زينب، هلا وصلنا على مساحتنا الطبية ورح نوجه مؤشر اليوم نحو عالم المرأة، وما هي المظاهر الطبيعية للحمل وكيف نميزها عن العلامات المرضية، وأسئلة كثيرة عن مرحلة الحمل رح نتعرف على إجابتها من الدكتور سمير أحمد رمضان، أخصائي وماجستير بتوليد النساء وجراحتها، مجاز من هيئة البورت العربي، عضو نقابة أطباء دمشق. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير لكم جميعا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا اهلا فيكم. يعني عم نحكي عن المظاهر الطبيعيه للحمل، لكن بالبدايه خلينا نتعرف على بلمحه يعني عن الامومه، بعدين بنحكي عن المظاهر الطبيعيه للحمل. انا بصراحه اجت فكره الامومه بعد ما شفت الضيفه الاولى لما صارت تحكي عن عاطفه الحب، فهون اجى ببالي مباشره وعلاقه الطفل مع فبصراحه اثبتت معظم الدراسات النفسيه انه اقوى عاطفه موجوده في الطبيعه، اقوى عاطفه حب موجوده في الطبيعه من لما خلق البشر لهلا هي عاطفه الام تجاه ابنها. صحيح. وبصراحه ما قدروا، اذا بدنا نعمل مقياس لدرجات العاطفه ما قدروا يعطوها درجه، لانه هلا المقوله الشائعه واللي طبعا انا اكيد برفضها وبيرفضها معظم الناس انه المراه بيقولوا قال ناقصت عقل، طبعا هذا اكيد خطا وليست ناقصة عقل، يعني لولا ما كان عندها العاطفة الزائدة لحتى تستوعب مراحل الحمل وصعوباتها والولادة وصعوباتها والأمومة ما كان ممكن أصلا تمشي البشرية وتوصل لهم. طبعا أكيد كله بيعود لها العاطفة القوية اللي رب العالمين زرعها بالأم. تمام دكتور، في مظاهر تكون طبيعية للحمل، خلينا نفوت عليها ونحكي فيها شوي. أنا بصراحة حابب أحكي بلغة بسيطة شوي، لأنه كل ما ابتعدنا عن الميديكال جاركونز اللي هي المصطلحات الطبيه يعني بنوصل لاكبر شريحه من الناس، لانه بصراحه مو كل الناس عندها علم بالمصطلحات الطبيه المعقده شوي احيانا. هلا انا حابب نوه لنقطه انه الحمل طبعا هو ما هو مرض، وكل الناس صارت تعرف تقريبا هالمعلومه بس بناكد عليها، الحمل ما هو مرض، الحمل هو عباره حاله فيزيولوجيه بتمر فيها الانثى خلال مرحله من مراحل حياتها طبعا بعد الزواج، الغايه منها هي استمرار الكون، إيصال هالبذرة الرائعة لنعمة رب العالمين اللي وضعها فينا لحتى تستمر البشرية من خلال هالمولود اللي حيحمل السعادة أولا لأهله، وتاني شيء حيضمن استمرار الكون ويعطيه الكينونة الهائلة بالفرد يعني بالمجتمع ويكون بالنهاية صالح. نحن مهمتنا باختصاصنا طبعا، وأنا بيشرفني طبعا أنه يكون من الاختصاصات اللي بترعى الأمومة مثل ما حكينا من البداية، أنه نأمن قدر الإمكان هالسيرورة تمشي ضمن النطاق الطبيعي قدر الإمكان، نبعدها عن المخاطر اللي ممكن تصيب هالجنين خلال مرحلة الحمل، وصولا للمخاطر اللي ممكن يتعرض لها أثناء الولادة وفيما بعد طبعا بيستلموها الاختصاصات الثانية للأطفال وغيرها بعد حدثية الولادة. هلأ بالنسبة للمظاهر الحمل، الحمل كتير في ناس بتخطأ بأعراضه، بتفكر أنه مثلا ممكن الحامل تتعرض لبعض المظاهر المرضية، بيعتقدوا خطأ أنه هي أمراض معينة أو مظاهر المرض أمراض معينة. مثلا لنبلش بالإقياء الحملي، كتير حوامل أول ما بيراجعوا أطباء الهضمية بيروحوا لعند أطباء الهضمية أنه نحن عم نستفرغ عم نراجع عم نحس بغثيان لعية نفس، وهن عبارة عن هذا عرض حملي ما له علاقة أبدا بموضوع أطباء الهضمية، أكيد يعني مع الاحترام للاختصاص الهضمية. الفكرة أنه نحن لازم نميز بين الإقياء الطبيعي والإقياء المرضي. إذا بدنا نقول الإقياء الطبيعي هو طبعا علامة من علامات الحمل الظنية المبكرة اللي بترافق طبعا انقطاع الدورة الطمسية، فمن بدء الأسبوع الثالث من الحمل بيبلش يتشكل عند الحامل حالة هرمونية جديدة، أهمها وجود هرمون بنسميه الSCG Human Chorionic Gonadotropin وهرمون البروجستيرون اللي بيتم إنتاجه من المبيض ومن المشيمة، الغاية منهم طبعا تثبيت هذا الحمل وتعشيشه بشكل صحيح داخل الرحم. هلأ هالحالة الهرمونية حتغير بتركيبة الجهاز الهضمي وفيزيولوجيا الجهاز الهضمي عند المرأة الحامل، وحتسبب لها النوع من الأعيان النفس الصباحي خاصة اللي بيصير، وممكن يتطور لأقياء، ولا سيما أنه معظم الحوامل بفيقوا عطشانين فركض على المي بدهم يشربوا مي، بتكون المعدة خلال الليل بفعل هالهرمونات ممتلئة بعصارة، مجرد ما شربت الحامل مي حتروح تستفرغ كل شيء شربته، وحيأثر لبعدين حتى لمرحلة تناول الطعام المرحلة اللاحقة. مشان هيك هلأ هالحالة الفيزيولوجية هي مربكة ومقلقة ومزعجة، ما فينا نقول للحامل لا هذا شيء طبيعي، اكيد هو هذا شيء طبيعي، بس لازم نلاقي له حل. كيف بدها تعيش حياتها اذا كل ما فائت الصبح بدها تروح تستفرغ؟
اكيد حنساعدها نحن. اهم شيء انه اول شيء نميز انه هذا احياء فيزيولوجي ما له مرضي. هلا رح احكي لكم على المرضي بعد شوي. ثاني شيء الطمأنة، نفهمها انه هذا جزء من سيرورة الحمل الطبيعية، من فيزيولوجيا الحمل. النقطة الثالثة ممكن نساعدها بطريقة معينة، بغذاء، طريقة تناول الطعام. للحامل مثلا مفضل انه تاخذ وجبات صغيرة متعددة، ما تاكل وجبة ثقيلة. الفترة الصباحية مثلا تنتبه انه تاخذ شغلات ناشفة قدر الامكان، اكثر ما تبلش مثلا تبلش بقطعة فواكه، تفاحة، موزة، قطعة بسكويت، شوكولا، قبل ما تبلش بفطورة الاعتيادي اللي إذا بلشت فيه بشكل سريع مباشرة، خصوصي إذا شربت مثل ما قلنا مي أو عصير أو حليب، حتستفرغ مباشرة. الإقياء المرضي بس هون لها تاني هي قصة الإقياء. الإقياء المرضي هو لما بيتحول هذا الإقياء لحالة معندة على العلاج، تستمر بفترة طويلة، ممكن تعمل خلل بالتوازن السوائل والشوارد بالجسم، لأنه معلومكم الإقياء بيؤدي لخسارة شارة الكلور، شارة البوتاسيوم، على أهميتهم طبعا بتوازن الجسم. طبعا لما نوصل لهي المرحلة المعندة بنضطر نروح على الطبيب، نروح على المستشفى، ممكن حتى نعلق سيرومات ونعوض السوائل والشوارد. نعم دكتور، يعني كنا عم نحكي عن الأمومة وعن مظاهر الحمل الطبيعية، بلشنا بمثل ما قلنا العوارض اللي بتعاني منها كل سيدة بلشت بحمل جديد. خلينا نحكي شوي عن الفيتامينات اللي دايما بتنصحوا فيها الحامل أول ما طبعا تعرف بحملها. هل الفيتامينات طبق كمان لازم ضمن الطبيب المختص، ولا عم يشوف بعض كمان الفتيات عم ياخذوها من مواقع التواصل الاجتماعي، يعني عم يقروا شيء وعم ياخذوه لحالهم؟ فتحكي لنا عن الفيتامينات اللازمه والاخطاء الشائعه المعزمه البوليه. هلا هو دور الفيتامينات جدا اساسي لكل الناس مو بس للحامل، بس الحامل طبعا ليش بنركز عليها؟ لانه نحن هلا هون في عندنا جنين عم ينمى، فهو بحاجه ماسه لادق التفاصيل بالنسبه للحاله الغذائيه. طبعا من ضمن الفيتامينات، الفيتامينات بنعرف هي مو غذاء، هي متممات غذائيه، يعني المطلوب منها كميات جدا بسيطه، يعني مثل دور البهارات في الطعام، يعني مطلوب منها كميات بسيطه لكن جدا اساسيه، وغيابها قد يسبب مشاكل خطيره عند الجنين. هلا الفكره نحن الشائعه عند الناس انه انا ما بدي اخذ ادويه، بدي ليش لحتى اخذ ادويه؟ مضطره انه بتغذى منيح دكتور، ما في داعي انه اخذ ادويه. هلا بصراحه الفيتامينات هي ما هي ادويه، اصلا هي بتنباع بالمتاجر برا، اذا بنلاقي مثلا بالمولات بتلاقي بتنباع الفيتامينات بدون وصفه طبيه، يعني الا انواع محدده واشكال محدده من الفيتامينات اللي ممكن لها طريقه خاصه، اما معظم الفيتامينات الخاصه بالحمل بتنباع اوفر ذا كاونتر، يعني ما في داعي اصلا الوصفه، بس طبعا لما بنوجه الحامل بطريقه صحيحه وبنعطيها الجرعة الصحيحة وطريقة التناول الصحيحة. مثلا معظم الفيتامينات الناس شائع عندهم ياخذوها صباحا، وهذا خطأ. ليش خطأ؟ لأنه الفيتامينات تركيبتها إلى رائحة خاصة، ما بعرف إذا تعرفتوا عليها شي مرة، أكيد إلى رائحة خاصة ومزعجة، وأحيانا مجرد تأخذ الحبة من هون الحامل بتستفرغ. شو ممكن استفدنا منها؟ السبب التناول الخاطئ. فإذا ما راحت لعند الطبيب وشرح لها أنه هاي الفيتامين له وقت معين وبينأخذ مثلا مفروض مع قطعة شوكولا ويفضل مساء افضل من خافوا ما يناموا، خطا الفكره، ما لها اي علاقه ابدا بالقصه، يعني ممكن يشربوا فنجان قهوه وارجيله قبل ما يناموا وما يخافوا انه هدول بي الارجيله مسموحه للحامل اطلاقا، لا ارجيله ولا اي تدخين. فالغايه انه نعمل تنظيم لعمليه تناول الفيتامينات، لانه هلا في بعض البلدان مثلا ممكن الشمس تكون فيها قليله فحينقصهم فيتامين د، حينقصهم كلس. هلا نحن الحمد لله بلادنا عندنا غنى في الشمس بشكل كافي، يعني خاصة هالايام ايه كثير غنى الحمد لله. يعني يا دكتور مثل ما حكيت على الفيتامينات انه هي ضرورية ومكملة، هل يمكن الاستغناء عنها ولا لازم يكون في شيء، يعني لازم تاخذ الحامل فيتامين اجباري لو كانت بتاكل خضره، فواكه، بيض، هدول القصص ضروري، مثلا مثل الحديد، خلينا نقول الحديد دائما الحامل دغري اول ما بتجيبه او بيوصف لها طبيبه. هلا برجع بقول لك الفيتامينات ضروريه ولا يمكن الاستغناء عنها ولازم ناخذها من بدايه الحمل. هلا الغذاء المتوازن هذا شرط لازم طبعا، وننبه نحن على انه الغذاء لازم يكون فيه الوارد الكافي من الكالسيوم، من الفيتامينات، من البروتينات، مثلا عن طريق اللحوم الحمراء او البيضاء، السمك، البيض مثلا ماده اساسيه جدا ولا يمكن الاستغناء عنها، الحليب مع انه معظم الحوامل بيقرفوا من الحليب، ما بعرف شو الثقافه بجزء الانقطاع فتره طويله من حياتهم عنه، يعني الحليب جدا من العناصر اللي ما بتتعوض، هو والبيض مثلا ما في شيء بيعوض عنه. بنضيف على هالشيء طبعا قصة الحديد مثل ما قلتي، بس طبعا الحديد المفروض نأخره مثلا، ما لازم
هي عم تستهلك حديد، الجنين عم يستهلك حديد، قوي عندها عمليه مخزون الحديد. ليش؟ لانه حتيجي مهمه الولاده بعد ما يتم الحمل بسلام، الولاده عمليه حتستهلك معظم مخزون الحديد بجسمها من خلال النزف الفيزيولوجي اللي حيصير مع الولاده الطبيعيه او القيصريه. تقريبا بين 600 ملي تقريبا حتخسر مع الولاده الطبيعيه، ممكن لتر بالولاده القيصريه. هذا مو من السهوله انه تعويضه اذا ما كانت هي بالاصل مخزنه ومعبي مخازن الحديد بشكل صحيح. والامور الثانيه على نفس دكتور. هلا هي سالتك يمكن عن الغذاء الخاص بالامراه الحامل، خلينا نحكي شوي كمان عن اللي بنسمعه انه مثلا بيقولوا لها لا تاكلي قرفه، بقدونس اللي في تبوله، هدول الاكلات اللي والله هذا خطا شائع. انا عن جد يعني عم نسمع يعني كثير انا بستغرب انه من وين جاي هالموروث الثقافي تبع، مع الاحترام لموروثنا. شو هي الاكلات الممنوعه عن الحامل؟ صدقيني ما في شيء ممنوع عن الحامل، حتى البقدونس والقرفه الخضر الخضراء تحتوي على اهم عنصر موجود بحاجه له الحامل، اللي هو الفوليك اسيد، اللي معظم الاطباء بيعطوه عن طريق الحبوب. فيتامين فوليك اسيد اللي اذا بتسمعوا فيه، اللي بيقولوا انه بيقي من التشوهات الانبوب العصبي. فالفوليك اسيد اسمه باللاتيني اسمه حمض الورق. من وين اجى اسم حمض الورق؟ من الاوراق الخضراء، لانه اكثر شيء موجود بالاوراق الخضراء. فهل يعقل انه نحرمها من هيك ماده اساسيه نحن عم نعطيها اياها كدواء وهي موجوده بالطبيعه بشكل طبيعي يعني؟ فكل الاوراق الخضراء مسموح فيها، كل الاوراق الخضراء. طبعا انا بلشت لك كلامي انه ما في شيء ممنوع على الحامل، حتى كل هاي الاحاديث القرفه والزنجبيل. الزنجبيل من اكثر المواد المهدئه لمعده الحامل. صدقيني بالمانيا بيعملوه كولا، مياه غازية. الغاية منها طبعا ليش؟ لأنه الحامل ببداية حملة، أنا ما حكيت هاي القصة، أنه بترتاح كتير للمياه الغازية، حتى نحن بننصح فيها ببداية الحمل. طبعا بعدين إلى مساوئة مشان موضوع امتصاص الكالسيوم، بس ببداية الحمل المعدة مرهقة ومتعبة من الحالة الهرمونية اللي انحطت فيها، فالمياه الغازية حتعطي نوع من الارتياح. ليش؟ لانه هالسباركلز اللي بتيجي مع المياه الغازيه، سواء بيبسي او انا ما بدي اعمل دعايه للمنتجات، بس نحن نحكي بالمواد اللي عم اقول لك. يعني تخيل انه الزنجبيل، شراب الزنجبيل يعتبر من افضل انواع الشرابات المهدئه لمعده الحامل وحتى غير الحامل. والموروث الشائع عند الناس، برجع بقول لك مع الاحترام لموروثنا كله، يعني انه بتعمل اسقاط وبتعمل مشاكل وما بعرف شو. يعني نحن بصراحه في عنا حتى الان رغم تطور الحياه في جهل، ما في شيء ممنوع عن الحامل. هلا نحن طبعا بنفضل انه الحامل تبتعد عن المأكولات الحريفه، مثلا الحاده، البهارات، المخللات. الغايه منها انه تحبس مثل ما قلنا، لانه الحامل بحد ذاتها هي عم تعمل نوع من الوزمه الخفيفه المرافقه. فيعني لما عم تتناول المأكولات اللي فيها ملح زائد ممكن تعرضها لمخاطر ارتفاع التوتر الشرياني اثناء الحمل، وبنفس الوقت حتعمل زياده وزمه بجسمها، وممكن تاثر على المجاري البوليه عندها بسبب انه هالخلل حيصير بسبب تناول الزائد من الاملاح يعني. تمام دكتور، قديش التمارين الرياضيه هي مفيده للحامل باشهرها الاولى وحتى يعني بمنتصف اشهرها؟ هلا انا بصراحه يعني بعتبر انه الرياضه هي اكبر نعمه خلقت للبشر، لانه بصراحه ما في شيء بيحافظ على صحه الانسان مثل الرياضه، ما في شيء بيخفي العمر مثل الرياضه، ما في شيء بيعطي سعاده للانسان مثل الرياضه، ما في شيء بيقوي مشاعر الانسان الطبيعيه اللي الله خلقه فيه مثل الرياضه. صدقا هي تفرز هرمون السعاده، وما بيحسن الانسان يجرب هذا الهرمون لحتى يمارس الرياضه. بس مع الاسف، مع الاسف ثقافه الرياضه عنا يعني ثقافه الارجيله هي الطاغيه على ثقافه الرياضه. شو السبب؟ لا هلا صار في ثقافه الرياضه بس لبناء الجسم. يعني طب منيح منيح، اذا خلينا نبلش من بناء الجسم، شو عليه؟ الرياضه بتعطي جمال للمراه وللرجل، يعني سواء بجسمهم او بوشهم. العقل السليم في الجسم السليم، وهيك علمونا اياها من لما كنا بالابتدائي يعني. فالحامل تحسن تمارس كل انواع الرياضه الاعتياديه والكارديو المعروفه، يعني سواء المشي او الهروله، السباحه، ركوب الدراجات، يعني واللي هي ابسط انواع الرياضات، وما مطلوب اصلا اكثر من هيك. وكثير كثير حتساعدها بحملها، بانه تخلي عضلاتها قويه. على فرض
هدول طبعا الحالات الخاصه اللي هن ما بيشكلوا 1% من حالات الحمل. نعم. فهدول بيمتنعوا، اما الباقي يمارسوا الرياضه. بالعكس انا بشجع جدا ممارسه الرياضه قدر الامكان، لانه حتى الحمل والجنين اللي بداخل بطن المرأة الحامل حيكون بصحة أفضل مع ممارسة الرياضة. أكيد دكتور. كمان بدي أسألك عن الشيء اللي بنشوفه يعني من خلال المجتمع، أنه من حوالينا عن انتفاخ الأطراف الإيدين والرجلين، شو سببه؟ وأيضا هل لها علاقة بالأحذية كمان؟ الحذاء لازم يكون حذاء خاص للحمل الحوامل؟ هلأ هو الحمل بيرافقه من بدايته لنهايته نوع من الوزمة الخفيفة بمعظم الأطراف، لا سيما الطرفين السفليين. القصة لها علاقة طبعا بفيزيولوجيا الحمل مثل ما حكينا من البداية، لأنه قلب الحامل بيشتغل تقريبا 140% عن قلب الإنسان الطبيعي. الجهاز كمان بيشتغل بشكل مضاعف. هلأ رغم كل هالعمل المضاعف لأجهزة الجسم حيبقى نوع من الوزمات الخفيفة المرافقة للحمل الطبيعي. ليش عم أقول خفيفة؟ لأنه الوزمة الشديدة هي بتدل على حالة مرضية تستدعي طبعا مراجعة الطبيب لحتى نعرف شو سبب الأساسي، لأنه هي بترافق حالة بنسموها التسمم الحملي إذا سمعانين فيه، توكسيميا أوف بريجنانسي. هي طبعا بدها تدبير خاص والوزمة تبعها إلى شكل خاص. أما نحن عم نحكي على الوزمة الفيزيولوجية اللي هي بشكل طبيعي عم تمشي مع تطور الحمل. هون كتير مهم ننتبه على الأحذية، كتير كتير مهم ننتبه على الأحذية، لأنه عدم مؤاخذة السيدات معظمهم بينحرجوا إذا راحوا على محل الأحذية إنه تشتري حذاء، إنه والله أنا مقاسي مثلا 8 أو 9، إنه كيف بدها تقول له هلأ صار مقاسة 40 مثلا هو كان 37؟ محرج جدا إلى طبعا ما بدنا ننحرج، لأنه هي بالأخير هي مرحلة مؤقتة، هي مرحلة مؤقتة، وبالأخير هذا يعني هالرجل اللي نحن عم نهتم بصحتها معرضة كتير كتير لمشاكل عند الحامل تحديدا، لأنه مفاصل الحامل بسبب الوزمة والارتخاء اللي بيصيبها بسبب هرمون الريلاكسين اللي بيفرزه المشيمة حيسبب انه حيكون المفصل اضعف عندها. فيعني مجرد انه لبست حذاء ضيق لو فترة قصيرة حيسبب لها مشاكل. وفي شغلة وضعية الحامل بحد ذاتها بسميها وضعية البزخ او اللوردوسيس، هي وضعية ما صحيحة. فاذا لبست كمان كعب عالي حيسبب مشاكل الى اضافية بالعمود الفقري. فمشان هيك كتير لازم ننتبه على قصة الاعتناء بانتقاء الحذاء المناسب والمريح، والافضل يكون حذاء رياضي لحتى نلعب رياضه كمان مره ثانيه. دكتور يعني نصايح كثيره فدتنا فيها، فدت جميع اللي عم يحضرونا، وان شاء الله يكونوا الحوامل سمعوا اليوم هيدي النصايح اللي قدمتها. بنتشكر وجودك معنا، وان شاء الله بتكون معنا بمواضيع ثانيه بتفيد مشاهدينا. شكرا كثير وسعد صباحك. شكرا كثير على منبركم الجميل. شكرا لوجودك معنا دكتور.